العظيم الثقافي، افتتاح القاعة المركزية، قاعة العرض المركزية بمتحف قومي الحضارة المصرية. وطبعا احنا عارفين ان فكرة انشاء متحف قومي الحضارة المصرية طبعا جاءت منذ القدم، يعني منذ الحملة الدولية اللي يعني قامت بها مصر بالتعاون مع منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار بلاد النوبة، وكانت فكرة إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف النوبة في أسوان. طبعا فكرة المتحف القومي للحضارة المصرية طبعا مر بحقب وعصور يعني متعددة، أنا من أوائل العاملين بهذا المكان منذ 2003، وكنت طبعا بسأل نفسي دايما ليه المتحف لحد دلوقتي اتأخر، لكن بعد ما طبعا اللي شفته امبارح واللي حضراتكم شفتوه والافتتاح العالمي واللي شرف بحضور سيادة الرئيس طبعا الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طبعا يعني دي كانت الإجابة عليا. يعني المتحف هنا قاعة العرض المركزية طبعا بتعرض طبعا الآثار اللي هي المصرية من خلال حقب تاريخية متعددة، بداية من ما قبل التاريخ وحتى عصر الحديث. نبدأ طبعا بالهيكل العظمي 30,000 سنة حضرتك بينفرد به المتحف القومي للحضارة المصرية، عصور ما قبل التاريخ، الأدوات الحجرية اللي كان بيستخدمها الفؤوس طبعا من الزران، عصور حجرية بتكلم على حضرتك الدولة القديمة فنون الصناعات فيها، مرورا بالدولة الوسطى، العصور الانتقالية الأول والثاني، الدولة الحديثة، عصور طبعا متأخرة، عصر يوناني روماني، عصر طبعا العصور البيزنطية، العصور الإسلامية، العصور طبعا يعني القبطية، العصور الحديثة، الفن الحديث، وانتهاء طبعا بالأعمال الفنية الحديثة طبعا محمود مختار. أهم ما يميز هذه القاعة بعض القطع الفريدة، هي طبعا هي كلها هامة وكلها مصدر وكلها جميلة جدا، ولكن في زي ما بنقول مثلا يعني في البطل بتاع هذه القاعة أو كده زي ما قلت لحضرتك اللي هو الهيكل العظمي، طبعا موجود برضه تمثال ملكي للملك إخناتون، طبعا خيمة التحنيط طبعا من الجلد وتعيش هذه السنين وهذه آلاف السنين، دي حاجة جميلة جدا.